دير الدراري اليوم عندنا واحد اليوم عندنا فلوق غادي نمشيو لواحد ليفينمون ديال ديال الانيم معايا الدراري هذا ما عرف سميتو لحد الان مجهول الهاوية عندي في التليفون وياسين باكر حتى هو راه حتى هو يلا واش حتى هو تدير فلوق المهم تلاقاو تما منين تحركوا دابا حنا غاديين في الطريق انسى احنا دابا راه غاديين في الطريق غاديين في الطريق المهم انوصلوا غادي نصور لكم تلاقاو منين صح حنا وصلنا دابا قدامه نعاود لكم شنو كاين ضربنا مشينا لبلاصه اخرى مشينا حتى للفوريان صدق الشيء كله غلط عرفتي شحال خسرنا في المركوب اليوم عرفتي خسرنا بزاف خلينا اليوم شو تطبعوا لي داري معلمينا ولينا بحال الحواله دابا غندخلو ما عرفتش انت كيف كتشوف ما عرفتش شنو كاين ما عرفتش شنو غادي نمشي جات معاهم مسير ما ديرهاش معاهم مسير ما عرفتش شنو غادي نمشي نعاود نرجع نعاود نرجع لكم دابا مرحبا بكم شوفوا شنو كاين لقينا كله عامره بالعميقين بالعميقات شوف I'm
الوحيده اللي استفدت منه هي تصاور اللي نعلق الله في الاستوديو ديالي في البيت ماشي استوديو راه غادي ندير استوديو. المهم الدراري ما تنساوش دير لايك سبسكرايب وتلقاو اللينك ديال العنيبه تلقاو اللينك ديال العنيبه لتحت واو دخل تابونا عندو غتلقاو تنيت نفس الفيديو اخر ولكن ماشي نفس لا ماشي نفس بحال بحال نفس المحتوى ولكن نفس المحتوى اخر ما خرج معاك انا جيمر هو عنيبه شحال من حاجه وهاد خونا هذا هو جولدن اللي سميتو جولدن شخصيه صراحه انا الدراري شوف اليوم اجي اول مره صراحه نشوف الكمامر صراحه سخر عليا احنا خلينا نكمل صراحه خلينا نكمل ولا خليني نكمل لا نكمل لا اش ريح انت انا خليك اش ريح انت انا يا صراحه انا الدراري اليوم والله يتطالع عليا التليفون اللي كنصور به ديما وكنلعب فيه وداك الشيء شخص ما عرفتش ما تخافش معاك خوك انا اسمع خلينا تقرقب ما عرفتش فقت اليوم في الصباح ما عرفتش تليفون طال اخويا خلينا صاحبي كنهضروا سيريوز صاحبي سيريوز ماشي سيريوز المهم خلينا صاحبي المهم خسر لي التليفون عاد طلع لي الدم وواحد الجوج داك الله يدب عرفت شينا هو اللي ضرب لنا كلشي بالزايره ما لقيتش باش نصور دابا كنصور بالتليفون ديالي ها ديال الباكر وديالها وديالها هذا قهرني كنقول لي عطاني نصور والو ولكن تعامل شويه حتى انا خوا ولا زوج فيت من المهم ما تنساش دير لايك سبسكرايب اول مره كتشوف تجيك كمامة ثلاثة ربعة ربعة الكمامة ما كيحملش خذ دابا سبسكرايب لتحت ضروري وقول واش عجبك الفيديو ولا لا المهم واخا ما كاينش تيتيز خلقناها راه المهم ناري الرزيه تلاحوا فيديو جديد